ليش ما جبت موهيت معك؟ موهيت صار كبير هلا يا ستي. بس صار شخص واعي وهلا صار ياخذ قراراته لوحده. أكيد رح يرجع على هذا البيت بعد إذن مرته طبعاً. نحن صار لازم ننسى إنه في عنا ابن مثله. بترجاك لا تكون قاسي كتير على ابنك. جيفان ابني قد ما كان كبير الغلط اللي عمله موهيت، لا تنسى إنه هو بيضل ابنك، وهلا سونال صارت كنتك. من إمتى صرتوا أذكياء هيك؟ أنتوا خليتوا عرس بنتي يطلع مباشر على التلفزيون وعلى كل القنوات كمان، يعني شو ضل بدكم تعملوا أكتر من اللي عملتوه؟ أنت شو عم تحكي يا شيتال؟ بعدي عني. هي كانت خطتك صح؟ شيتال خلص بكفي، لا تفكر إنه رح نسمح لك تحكي أي شي معنا، عم تفهمي؟ أنت لا تتدخل، أنا بعرف كل شي، واضح كتير إنكم غيرانين مني، لأنه كان بدكم تعملوا بنتي كني لعائلتكم. بس إنتوا ما عندكم سمعة منيحة بالمجتمع. خالتي شيتال، أنا ما بسمح لك إنه تحكي هيك عنا. شي حلو، عاملة حالك بريئة، بس بالعكس هذا الرجال اللي تزوجتيه هو اللي خطف بنتنا منا وخلاها تتزوج من موهيت، مفكرين رح نترككن بعد هيك مصيبة؟ ما رح يرتاح بالي لحتى أطردكن من هالمدينة كلياتها، ورح خلي حياتكن سيئة. انتو سرقتوا بنتي مني ورح دفعكن التمن غالي. شو انتو مفكرين بنات الناس لعبة عندكن؟ ما رح تعيشوا مرتاحين بعد اليوم أبداً، فهمتوا؟ شيتال بكفي، روقي شوي، نحن جيران من زمان وبتعرفي أخلاقنا منيح، بنتك رح تتأقلم معنا، نحن صرنا أهل هلأ. اسمعي شيتال، احكي شو ما بدك بس بترجاكي اهدي، نحن جيران وأولادنا يلي غلطوا، كنا عم نحكي بالموضوع كل الطريق وبعدك نصلح غلط أولادنا، نحن لازم نكون واعيين كلنا. ايه شيتال بنتي روقي شوي، لازم نقبل زواج الأولاد بكل تفهم مشان نعيش مع بعض. ما رح أقبل بهالزواج لو شو ما صار. انتوا اللي غلطتوا كتير لما خليتوا بنتي تتزوج ابنكن عديم الفايدة، وما رح سامحكن، سمعتوني؟ بوعدكم رح أفضحكم قدام كل الناس. لا استنوا شوفوا كيف رح اهدم هالبيت هاد فوق راسكن. حبيبتي بسرعة بسرعة، انتوا انطروا هون، اسمعوا شوي.
واحد منكم يروح يسجل اسمه. إيمان يلا يلا أنا رايح سجل اسمه. انتبهوا عليها. جدي. أمي. طول بالك شوي. تحمل شوي. اسمعني شوي. هل قلبك ما راح يفيدنا بشي؟ بيدي علمتنا انه نكون اقوياء. شو؟ لا تنسى انه بيدي بحاجه نوقف معه هلا. نحن كلنا لازم نتمنى ونطلب تضل بخير وترجع لنا. هي راح تكون منيحه. بترجعك نحن كمان بحاجتك. بابا انت لازم تكون قوي. بابا. لو سمحتي في مريضة دخلت عنكم من شوي. موهيت؟ رجعي لهون يا مهيك. اسمعيني منيح، بتقيلي له يروح فورا. بابا رجاء بترجاك بدي اشوف ستي، بدي اشوفها. كيف صارت؟ قلي شو خبركن الدكتور؟ رافي خذ هذا الولد من قدامي بسرعه، احسن ما هلا يضطر يسعفوه بالمشفى. بابا بترجاك. أنا بعتذر منك يا بابا، بترجاك تسمعني شوي، بترجاك. لو سمحت خلص، روح من هون، يلا روح، إحنا رح نحكي، بس بعدين. ماما أنا بعرف إني ارتكبت غلط كبير لما تزوجت سونال، بس أجيت لحتى أطمن على ستي هلأ. معقول ما تخلوني أشوف ستي بهذا الوقت الصعب؟ انت هو السبب، ستي فاتت على عناية المشددة والسبب انت. جيفان برأيي نحن اللي اعطينا اولادنا حرية زيادة عن اللزوم، لو ربيناهم بطريقة صحيحة ما كانت اليوم وصلت الامور لهي الدرجة، وما كانت فاتت ستي على المشفى. خلص مهيت، انا بترجاك روح من هون، يلا تحرك. رجاء اللي أنا بشو غلطت؟ سونال نحن مو مزعوجين منك، بس هلا بدي اياكم تروحوا من هون، يلا بسرعة. لا أنا ما رح روح، لأنه هي عائلتي وهي ستي كمان. أنا رح أبقى هون وما رح أتحرك. أنا قلت لكم روحوا. ما رح روح. يلا نشوف. روح جيفان. استنى شوي. يلا نشوف. استنى شوي. ما عاد تجوا لهون. استنى شوي. يلا روح. استنى شوي. يلا روح. ماشي أنت من هيك. طول بالك. استنى شوي. تستاهل هذا الشيء. مهي. بكفي أخي. شو صار لك أنت؟ أنتوا ليش عم تعملوا كل هالضجة؟ هذا مشفى مو سوق لو سمحتوا، نحن بدنا هدوء. نعتذر.
انت فيك تروح على بيت هادي اللي اسمه صهرك وتعيش معه، او على بيت حماك، بس لا يخطر ببالك انه نحن رح نسامحك. ما سمعت شو قال لك ابوك؟ هو ما بده يحكي معك ابدا. وانا مثله لابوك. يلا روح لعند شور يا كنا، مو انت قصدته ليساعدك؟ مو انا اللي رحت لعنده اصلا، هو اللي اتصل فيني وقال لي تعال. هو اللي قال لي اذا بدك تنقذ حياه سونال اعمل اللي رح اقوله وتصرف. انا كنت خايف صدقيني، بس كان بدي انقذ حياه سونال واحميها من الخطر، لهيك عملت مثل ما بده. انا فكرت انه هو بده يساعدني ويوقف معي. معقول ما حسيت بغلطك لما كان عم يهين عيلتك قدام الاعلام؟ معقول ما فهمت انه كان عم يهين ابوك؟ معقول ما فكرت فينا؟ انت وقتها كنت اناني كتير وما عملت شي. انت سمعته منيح وفهمت شو بيقصد بالكلام يلي كان عم يقوله، وصرت مثله هلأ. روح بترجاك. استاذ، استاذ بترجاك اشتري مني لو سمحت، بس اشتري واحد. لو سمحت يا استاذ اشتري مني، بترجاك استاذ اشتري مني. لو سمحت استاذ اشتري. استاذ، استاذ بدك تشتري ولا لا؟ خلاص روح، ما بدي. عيد الحب بيجي مرة واحدة بالسنة، بس العشاء بيحتفلوا فيه كل يوم. هاي الغنية الحلوة مخصصة لكل شخصين بحبوا بعضهم، بتمنى تنال إعجابكم. देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। ली गई इजाजत अब आपसे सांसें ये आती। بكفي، أنا ليش ما عم أقدر وقف تفكير بمهيك شارما؟ ليش؟ كأنه هالبنت سيطرت علي. مطعمي هلأ صار مشهور،
وحلمي عم يتحقق. بس ليش عم ضل فكر فيها؟ هي ما عم تروح من بالي ابدا. تركيني بحالي، تركيني رح موت، تركيني بحالي. كيف بتقدر تستغل وضعي لمصلحتك الشخصية يا شوريا؟ عملتنا أنا وسونال لعبة بإيديك لتخلي مطعمك ناجح. أنا بوعدك رح تندم كتير. اسمع يا ولد، شكلك نسيت حالك. أنت ما بتعرف مع مين عم تحكي؟ إيه أنا بعرف أنه عندك نفوذ كبير كتير، بس بدي تتذكر شغلي أنه بسبب عملتك هاي اليوم ستي بيدي هلأ صارت بالمشفى. شو؟ إيه هي بالمشفى، وضعها خطير كتير بسبب اللي عملته اليوم حضرتك. كله منك يا شوري، لولاك انت ما صار كل هذا الشيء. طمنا دكتور. اسمعوني، وضعها حرج كتير. اللي صار نزيف داخلي حاد بالدماغ لأنه تعرضت لجلطة وصابة شلل. يا دكتور، نحن فينا نشوفها لستي شوي؟ ايه. عمي، انا كل عمري كنت شوفها لستي فرحانة وعم تضحك. صدقوني كانت قريبة مني أكثر من أمي، ومرة صار معها ريقان، ومرة التهبت الرئة عندها، ولا مرة استسلمت للمرض وقعدت بتخت. هي ما كانت تاخد أدوية بس كانت تضل رايقة وعم تضحك. هي كانت تتعصبه لأبي وكانت تتقله يا ابني بلونت، إذا عقلك كان صاحي المرض ما رح يقدر عليك. بس شو صار اليوم؟ ستي نايمة وما عم تحكي. عم تاخذ الدواء واكسجين بالوريد كمان. ليش صار هيك يعني؟ ليش هذا الشيء ما كان لازم يصير؟ عمو، رجع. ايه تمام، شكرا. كثير عفوا، في وحده موجوده هون من عائله شارما، بدي اعرف باي غرفه لو سمحت. رجعوا تراجعوا حساباتكم، في شيء غلط. هي بغرفه العمليات. انا بتمنى اني اشوفها لشوريا كنا ولو لمره واحده بس لحتى موتوا بايدي. ما هيك؟ لا خلص عود بعدي. قلت لك عود خلص راف. كيف بتتجرأ تجي لهون؟ يعني ما بيكفي كل شيء انت عملته، ليش اجيت لهون؟ اذا بيصير شيء لامي يا شوريا رح علمك درس ما تنساه طول حياتك. عم تسمع؟ انا ما اجيت لهون منشان اعمل مشكله، بدي شوف بيدي بس. روح يلا، روح على العناية فورا، روح لعندها واخنقها. فيك تقتلها بايديك التنتين، يلا روح. عمي استنى. عمي خلص، ليش عم تحكي معه؟ اهد اهدى. اسمعيني، اكيد انا مو مبسوط بالحكي معه ابدا، واجيت لاطمن على ستي بس. اذا احتجتوا لاي مساعده طبيه انا موجود لحتى ساعدكم، خبروني. Thank you.
شكرا كثير لإلك، بس نحن ما بدنا أي مساعدة منك. هاي مشكلة بتخص عيلتي وإنت ما دخلك فيها. ساعدتنا لما زوجت أخي من سونال، ما عاد بدنا مساعدة تانية. بس بدي إياك تروح من هون وخلصنا. شوفي، يبدو أنتوا ما بتفهموا. أنا ما دخلني بوضع بيدي أبداً. أنا قلت لكم من قبل زوجت موهيت وسونال بس لسببين مو أكتر، لأنه هذا هو الصح، ولأنه كان فيه فائدة من هالشي لشغلي. قولوا لي هلأ أنا بشو غلطت إذا بيدي مرضت؟ ماشي، أنت ما دخلك بأي شيء، بس بترجاك تروح. يلا يلا روح. ما هيك بنتي؟ اطلبي منه يروح من هون بسرعة. فهمي انه انا رح افقد عقلي بسببه، خليه يروح. اذا شي مرة حبيتني، اذا شي مرة حسيت انك بتحبني ولو للحظة، بترجاك روح. كل اللي بدي اياه انك تروح. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.